السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الصفحة 95 من كتاب المتعلم والمتعلمة النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا نبدأ معكم على بركة الله الإنجاز ديال الأنشطة الموجودة في الصفحة 95 من هذا الكتاب المدرسي. مزيان، إذا عندي هنايا خمسة ديال الأنشطة، نبداو بالنشاط الأول ولاحظوا الشكل. إذا الشكل هو هذا. ألف، هل الشكل اثنان؟ شكل اثنان هو هذا. تكبير أم تصغير للشكل واحد؟ واش الشكل اثنان، واش هو تكبير ولا تصغير للشكل واحد؟ إذا راه باينة بأنه هذا الشكل اثنان راه كبير على الشكل واحد، وبالتالي هو ماذا؟ هو تكبير للشكل واحد، صافي. إذا تكبير، إذا هو تكبير للشكل واحد. مزيان. ب، ما هو مقدار التكبير؟ إذا بشحال مكبر هذا الشكل اثنان على الشكل واحد؟ إذا هنايا خصنا نقارنو القطع. إذا مثلا نقارنو هذا الجي كا، شحال فيها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نقارنوها مع بي سي، واحد اثنان ثلاثة أربعة. نحسبو. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو مثلا الجي كا مثلا ثمانية، ياك ثمانية هنا غنقسموها على ماذا؟ غنقسموها على بي سي اللي هي 4. 8 على 4 شحال كتعطي؟ كتعطي 2. انا نشوفو قطعه واحده اخرى، مثلا القطعه ديال اي ال، 1 2 3 4. نشوفو هذه القطعه هذه من ا ل دي، 1 2. اذا ناو ثاني 4 على 2. اذا 4 على 2 شحال كتعطي؟ كتعطي 2، وبالتالي مقدار التكبير وهو 2، صافي. يعني بتربيعتين او لا في 2، يعني مرتين، مفهوم؟ مقدار التكبير مرتين، نعم. اذا جيم، ما هو قياس القطعتين بي سي والجيكا؟ اذا القياس ديال القطعه بي سي، ها بي سي والجيكا. اذا بي سي القطعه بي سي شحال فيها هنا؟ 1 2 3 4. اذا 4. والجيكا، جيكا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا ثمانية، يعني الضعف. مزيان. ها، ما هو قياس الزاوية جي إي كا؟ جي إي كا، جي إي كا. إذا هذه الزاوية كما نلاحظ بأنه بما أن الزاوية بي أ سي، أي بي أ سي قياسها ماذا؟ اللي كتبنا بأنها زاوية قائمة، يعني قياسها 90 درجة، وبالتالي حتى الزاوية جي إي كا هي زاوية قياسها 90 درجة. إذا بي أ سي، يعني هذه الزاوية هذه بي أ سي كتساوي الزاوية جي إي كا، كتساوي 90 درجة. كنتمنى أنكم تكونوا مسيرين معايا، وإلا ما فهمتوش شي حاجة ديروها لي في كومنتار، صافي. سؤال حاء، علما أن ال ام، يعني القياس من ال الام، القياس شحال هو؟ 2.82، صافي، 2.82 هنايا. فما هو قياس الطول دي او؟ قياس الطول دي او، دي او هو، صافي. سمحوا لي على هذا الصوت حيتاش مروح شي شويه، الله يشافينا جميعا ان شاء الله، لانه هذا الجو هذا شويه صعيب ديال افغيل. اذا ال ام قلنا شحال؟ 2.82، وهذا الدي او هي النص ديالها، النص ديالها. وتاش غندير؟ غادي ندير دي او، قطعه دي او اش كتساوي؟ كتساوي القطعه، اذا دي او، دي او كتساوي القطعه ال ام، ال ام على ماذا؟ على 2. قطعه ال ام على 2. قطعه ال ام شحال كتساوي؟ 2.82، 2.82 على 2، وبالتالي 2.82 على 2 هي 1.14، 1.14 هو قياس طول قطعه دي او، صافي. اذا هذه دي او 1.41، اذا ال ام الضعف ديالها يعني 2.82، صافي. ندوزو للتمرين او النشاط رقم 2، انتبهوا معايا دائما. 2، ارسم المثلث ا بي سي على تربيعات دفتري. اذا هذا المثلث هذا غادي نرسموه على تربيعات، يعني في ورقه مستقله. ارسم تكبيرا للمثلث ا بي سي بمقدار 3 مرات، يعني هذا المثلث هذا غنرسمو التكبير ديالو ماشي مرتين، يعني ماشي الضعف، بل بثلاثة أضعاف، يعني في ثلاثة. يعني مثلا إذا كانت من أ سي شحال مثلا؟ 1 2 3 4 ديال التربيعات، وبالتالي أ سي اللي غادي نرسموها شحال غادي يكون فيها؟ خصو يكون فيها 12 تربيع، يعني 4 و4 هي 8 و4 12 تربيع، مفهوم؟ إذا خصنا نستعملوا واحد الورقة مستقلة، نستعملوا هاد الورقة هذه ديال الدفتر، تابعوا معايا دائما. إذا قبل ما هذا نشوفوا بعد القياسات. إذا من بي سي، اولا نديرو النقطه بي، اذا النقطه بي هي هذه، هذه بي،
إذن هنايا بي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذن خمسة. بي سي هنا فيها خمسة، وبالتالي التكبير لثلاث مرات يعني خصو يكون فيها 15. نشوفو، تابعوا معايا دائما. إذا ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية، ها تسعود، ها عشرة، ها 11، ها 12، ها 13، ها 14، ها 15. بالتالي خصها توصل حتى لهنا. إذا السي غتمشي حيت هاد الجهة، يعني هذا هو القد ديال بي سي، ولكن ماشي هي هذه النقطة السي. انتبهوا معايا، ندوزو دابا للأ، حدو أ. إذا هنا أ القطر ديال المستطيل شحال فيه؟ واحد، جوج، ثلاثة، صافي ثلاثة. إذا إلا كان فيه ثلاثة يعني خصو يكون تسعود. إذا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة كتجي هنايا، ثلاثة كتجي هنايا، وثلاثة كتجي هنايا، وبالتالي هنايا أ، النقطة أ هي هذه، صافي. إذا إلا كانت النقطة أ هي هذه و ب هي هذه، راه نشوفو السي فين كيعاودكم. إذا إلا كانت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كتجيها فينا، ومن هنا إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا غتجي هنا، من هنا عاوتاني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني غتجي هنا. بالتالي النقطة سي هي هذه، صافي، هي هذه النقطة سي، وغادي نربطو. تابعوا معايا دائما. إذا أولا نربطو بي مع سي، بي مع أ، ثم هكذا، سمح، ثم هكذا. إذا هنايا هذا تكبير، إذا هذه أ بريم، بي بريم، سي بريم. إذا أ بريم، بي بريم، سي بريم هو تكبير بثلاث مرات للمثلث، مثلث ABC، للمثلث ABC، صافي. إذا هكا كيكون التكبير، فهمنا. ندوزو الآن للنشاط رقم ثلاثة، تابعوا معايا. Je réduis cette figure en divisant ses dimensions par deux. إذا هذا الشكل هذايا غادي نحاول نصغرو، صافي. إذا الفوق كنا درنا التكبير، هنا غنديرو التصغير. إذا التصغير ديال هذا الشكل هذا، وغنقسمو القياسات ديال كل ضلع نقسموهم على جوج، صافي. مثلا هنايا هاد القطعه من هنا لهنا فيها جوج ديال التربيعات، يعني تولي فيها فقط تربيعه واحده. اذا هادي شحال فيها؟ جوج، غادي يولي فيها واحد. ها هو، اذا كان هنا، لاحظوا، اذا كان هنا واحد التربيعه، بالتالي غادي يولي غير النص، يعني هاد الفراغ هنا ما يوليش تربيعه كامله، غادي يولي غير النص ديال التربيع. اذا كان هادي فيها جوج، غادي يولي غير واحد، يعني ها النص هذا والنص هذا، ها واحد، صافي صافي، مزيان. دابا هنا الفوق، هنا ثلاثة ديال التربيعات، يعني يولي واحد ونص، ها واحد وها النص، حاولوا رسموها بالمسطرة، ها واحد ها النص، صافي. إذا وصلت لهنا مزيان. إذا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وبالتالي تولي جوج النص، ها هو النص، ها واحد، ها جوج، يعني هي جوج ونص، وبالتالي ها جوج ونص، جوج ونص. ومن بعد اذا هذا هو تصغير، اذا هذا تصغير، تصغير، صافي، تصغير بقسمة ماذا؟ بقسمة اضلاع او لا الابعاد على اثنان، يعني كل بعد قسمناه على اثنان، يعني كل قطعة من هنايا قسمناها على اثنان. مازال ما كملناش باقي هذا الشيء اللي لداخل. اذا بما انه هنا كاينة تربيع، يعني خص يكون عندنا غير النص، نص طلعت هنا، هنا كذلك غير النص، وهنا كذلك غير النص، صافي. اذا الرسم هو هذا، صافي، هذا هو الشكل. دوزو للسؤال الرابع، تابعوا معايا، النشاط رقم 4. ارسم نصف دائرة طول احد اقطارها AB، هو AB يساوي 4 سنتيمتر، وشبه منحرف ABCD قاعدته الصغرى هي AB، ومثلث متساوي الساقين ABE، حيث EB كتساوي لنا 2 سنتيمتر. ارسم تصغيرا بمقدار النصف للشكل الهندسي الذي حصلت عليه، واحدد الابعاد المرسوم بالسنتيمتر. اذا هنا خصنا نرسمو الشكل ونرسمو التصغير ديالو. اذا بما انه هذه البلاصه هذه ما غادي تكفينيش، غادي نستعمل واحد الورقه مستقله، غادي نجيبها نقدر نرسم فيها، غادي نرسم فيها الشكل والتصغير ديالو، صافي، الشكل والتصغير ديالو. اول شيء شنو قالوا لنا؟ ارسم نصف دائره، ياك، نصف دائره طول احد اقطارها AB، هو AB يساوي 4 سنتيمتر. AB، لان AB، لان بما انه غنرسمو نصف دائره، يعني غنتساراو على النص ديال هاد AB اللي هي 2 سنتيمتر. انتبهوا معايا. اذا هنايا النصف، صافي، اذا من هنا غادي نرسمو الدائره ديالنا، اولا نصف الدائره ديالنا. اذا غنحاولو نستعملو واحد البركه باش نرسمو نصف دائره.
إذا نصف دائرة طول أحد أقطارها أبي وشبه منحرف أبي سي دي قاعدته الصغرى هي أبي. مزيان، إذا نرسمه هكا نصف دائرة. تبعوا معايا هكذا، تالي هنا كيبين بأن بي هنا خاصها تكون. إذا هنا، إذا هذه هي نصف دائرة، هنا 4 سنتيمتر. دابا نرسمو واحد شبه منحرف من الاختيار ديالنا، بما أنه قالوا لنا بأن أبي هي القاعدة الصغرى، يعني القاعدة الكبرى غتكون بهذه الطريقة هذه هكذا مثلا، هكذا ونرسمو هكذا. هذه هي القاعدة الكبرى أبي سي دي، والسي دي هي القاعدة الصغرى. مزيان ها. ومثلثا غنرسمو الآن، ومثلثا متساوي الساقين أبي أو. A B A B E A B E إما A B E ولا A B E. هنا الآن غنرسمو مثلث متساوي الساقين A B E، بحيث عندنا مثلث متساوي الساقين يعني جوج ديال الأضلاع متساوي. حنا عندنا E B جوج سنتيمتر، إذا كانت E B جوج سنتيمتر يعني E غتكون هنايا، نستعملو البركاب ونعتبرو بأن B E كتساوي A E، صافي جوج سنتيمتر. إذا هما هنايا ما حددناش فين كاين هاد مثلث متساوي الساقين، يعني ما قلناش مثلا مثلث متساوي الساقين في A ولا في B ولا في C، وبالتالي حنا نعتبروه مثلث متساوي الساقين في E، صافي. وغنديرو جوج سنتيمتر، نعتبرو بأن B E و A E هما الأضلاع المتقايسين. نديرو إذا هنايا جوج سنتيمتر هكذا، نديرو هكا أ، نضع الشوكة في أ، ندير قوس هكذا، نضع هنايا كذلك هكذا. النقطة غتكون هنايا، النقطة هي غتكون هنا، وغادي نربطو نربطو بلون مغاير. إذا هنا هكذا هكذا أوكي هكذا. إذا أ بي سي، إذا أ بي هنا سي أو لا أو عفوا أو أو، هو مثلث متساوي الساقين فين؟ في أو، بحيث أن أو بي كتساوي أو أ. إذا هذا هو الشكل. دابا غنرسمو له شنو؟ غنرسمو له التصغير ديالو. أرسمه تصغيرا بمقدار النصف للشكل الهندسي الذي حصلت عليه وحصلت عليه، وحدد الأبعاد المرسومة بالسنتيمتر. نلاحظوا معا هنايا، اول شيء رسمناه هو ا بي، شحال رسمنا فيها؟ 4 سنتيمتر. دابا شحال خصنا نديرو فيها؟ نديرو فيها غير سنتيمترين اثنين، اذا سنتيمترين اثنين، وبالتالي غنديرو جوج سنتيمتر. جوج سنتيمتر هي هذه، هي جوج سنتيمتر. اذا ا بي جوج سنتيمتر، اذا غنمشيو نقلبو على واحد سنتيمتر نصف ديالها، باش نرسمو ديك نصف دائره. واحد سنتيمتر، غنحاولو نرسمو داك نصف دائره بعد واحد سنتيمتر، رغم انها شويه صعيبه هكذا هكذا، صافي. اذا حنا رسمناها مزيان. دابا الان غنرسمو الشبه المنحرف، بما انه ا بي فيها 4 سنتيمتر او لا 2 سنتيمتر عفوا، ولا حتى هذه. اذا هنايا من هنا هنا شحال كنا طلعنا؟ 1 2 3 4، يعني قطر ديال واحد المستطيل، ديال واحد المستطيل 1 على 4. اذا هنا القطر الا كان غيطلع ب 4 هنايا، غيطلع دابا غير بجوج، صافي. يعني الا كانت هنا هنا، دابا غيطلع غير هنا، هنا غادي يكون هاد النقطة دي. نفس الشيء هنا، إلا كانت طلعت قبيلتي بربعة، دابا غتطلع غير بجوج هنا. الشكل ديالنا هكذا هكذا وهكذا. إذا أ بي سي دي. دابا بقى لنا نرسمو هاد أو، صافي. أو اللي بقات مرسومش، صافي. تابعو معايا. إذا أو باش نرسموها نفس الشيء عاوتاني قبيلتي. إذا حقا قالولنا بأن من بي لأو كاينة جوج سنتيمتر، ياك دابا تولي واحد سنتيمتر، يعني بي ال او كاينه فقط واحد سنتيمتر، يعني باستعمال البركات ندير واحد سنتيمتر، سنتيمتر واحد هكذا، وندير باستعمال البركات هكذا، هكذا، ندير في بي عاوتاني نفس الشيء، هكذا، هنا تجيلي واحد النقطة هنا، تجيلي واحد النقطة هنا، غادي نحاولو نصلوها ببي. هكذا وهكذا، ونحصلو على او هنا، بحيث ان او بي تقيسها مع او ا، صافي. اذا كما كتلاحظوا بانه هذا الشكل هذا هو الاصلي، وهنا هذا الشكل اللي التصغير ديالو بالنصف، صافي، تصغيره بالنصف. اذا هنا ا بي شحال القياس ديالها؟ هنا نرجعوا هما ا بريم بي بريم سي بريم. اذا ا بي هنا في هذه الحاله هنايا ا بي كتساوي 4 سنتيمتر، وهنا ا بريم
بي بريم كتساوي جوج سنتيمتر. إذا كانت هنا أو بي، هنا في هذه الحالة هذه أو بي كتساوي جوج سنتيمتر، هنايا أو بريم بي بريم كتساوي فقط أن سنتيمتر. صافي، دونك هادشي اللي كاين ده هو الصغير. دوزو الآن للسؤال الأخير أو النشاط رقم 5. أكبر هذه الزخرفة بمقدار مرتين على الشبكة جانبه، ثم أتمم الزخرفة باستعمال الانزلاقات المناسبة لتغطية الشبكة بالمرسوم. إذا هذه الشبكة اللي كتلاحظوها هنا غادي نحاولوا نرسموها هنا بمقدار مرتين. صافي، بمقدار ماذا؟ بمقدار مرتين، يعني جوج المرات. إذا بما أنه جوج المرات، وبالتالي يعني هذه القطعة من آل بي، إذا كانت آل بي كاينة قطعة كتمثل تربيعة واحدة، يعني في هذه الحالة دابا غتولي كتمثل تربيعتين. إذا بي غتولي هنا، صافي بي غتولي هنا. هنايا ندوزو ل أش. أش شحال كان فيها؟ جوج ديال التربيعات، يعني يولي فيها أربعة. إذا ها جوج، ها أربعة، يعني تولي أش هنا. هنا هاد الفتحة هادي إلا كانت فيها جوج هيولي فيها أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، هتولي إف هنا. إذا كانت هاد الفتحة هادي فيها من إف لأو فيها جوج، هتولي فيها أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني أو غتولي هنا. إذا كان من أو لدي كاينة تربيعة واحدة هيولي جوج، داب دي غتولي هنا. مزيان. إذا كانت هنا من هنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا كاينة جوج، ولاو فيها أربعة، هما ولاو أربعة. إذا كان العلو كيمثل تربيعة واحدة، ده الآن غيولي تربيعتين، وبالتالي هنا السي. هنا في هذه الحالة عاوتاني، إذا كان العلو من هنايا كيمثل تربيعة واحدة، غادي يولي دابا يمثل تربيعتين، إذا هنا جي. دابا غنصير، صافي؟ نبدا بأ أش، ثم إف أو، إف أو هكذا، ثم بي بي دي، أولا دي أو عفوا، هنا بي أ، ثم غادي يبقى لنا الدور ديال البركان باش نرسمو نصف دائرة. نلاحظو هنايا، نوضع الشوكة هنا، ندير هكا هكذا، نحاول نرسم نصف دائرة هكذا، نصف دائرة هكذا هكذا، ثم غندوز لهنا عاوتاني نفس الشيء نفس الطريقة هكذا، بحال هاد الطريقة هادي. وبهذا غادي نكونو رسمنا التكبير ديال هذا الشكل، هذا الشكل هذا رسمنا التكبير ديالو هنايا. ولاو الابعاد يعني مرسومه بمقدار مرتين، يعني من ال بي مثلا كانت تربيعه واحده ولا جوج ديال التربيعات، مثلا من دي ال او كانت تربيعه واحده ولا تربيعتين، مثلا من اش اف كانت جوج ديال التربيعات ولا اربعه. اذا هذا هو تكبير بمقدار مرتين. وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.